يلا يلا زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة، أو بالأحرى حلقة ثانية من كلام اليوم. بعد حلقة أمس المتسارعة نعود لكم اليوم مع ذات الضيوف الدائمين. أهلا وسهلا يا الغامدي. حياك الله بشوق، وليلة ساخنة من أولها. حياك الله والله، حيا الضيوف الجميلين منصور ومحمود. حياك الله محمود. أهلا فيك. يا أهلا وسهلا. تواجه هجمة شرسة. ها؟ تواجه هجمة شرسة. ما أدري، ما حسيت بشيء. ما حسيت إن عندك أزمة في الموضوع؟ لا لا أبداً أبداً. إحنا لسه في أول يوم وثاني حلقة. نمت مرتاح أمس؟ لا والله، تابعت فيلم. جميل. وبعدين نمت مرتاح؟ أفطرت. حلو. بس اللي رابط الفيلم هذا أرق ولا نمت عادي؟ لا لا، فطور وكذا يعني روقان. إيه. قهوة سوداء وكذا؟ لا لا لا. عصير. عصير برتقال حق ريلاكس ده ولا ايش؟ لا، عصير حقنا ذاك. بالعافيه وهني. حياك الله يا منصور. الله يطول عمرك. كيف حالك؟ فرصه سعيده اللي نلتقي بكم مجددا ان شاء الله. ايش في صوتك؟ يعني اقول الصدق ولا لا؟ لا تكفل افتاك. لا توني جاي صاحي من النوم وكذا. والله استغفر الله. كيف الطريق؟ خلصت العذر. ما غير ما يلا مشي مشي لك. اليوم ترى هذا صوت يعني ما احتاج تشكر. عجيب. تمشي موقف مشروم. في الاسابيع الماضيه من بدايه البرنامج بدت كثير من الفقرات. خلونا نعلق على اهم الفقرات اللي بدت الفتره الماضيه. زد خيرك بدت مع ناصر الغامدي. طبعا بالتاكيد ناصر الغامدي ما سال عنه الا علي الغامدي. في سر ما ادري. وايضا معلومه لكم اثنين، الغمد ما حد يجيهم، فاهم؟ بلاك ليست. والحمد لله مو بلاك ليست. ما له دخل. لا بلاك ليست لهم ما يجون. لا بلاك ليست هذه كلمه ما له دخل. يقول حصانه، يقول شيء يعني. اوسكار. هذا هو شيء. عشان كذا سال الله لك الحمد استاذ سامي الجعوني لما احرجني جاب متسابق غامدي. ما اقدر، ما بفوز المركز الاول. اللهم لك ما تنتقد. ما اقدر. طيب علي، امس كانت انطلاقه زد خيرك، كانت جلسه لناصر مع الشباب. اول شيء الله يعطي العافيه ابو عبد الله، والله يعطيهم العافيه الشباب. النسخه هذه مميزين في الترحيب بالمقدمين والضيوف. صح. امس تميز بن عمره وتميز بحور في استقبال ناصر الغامدي وفي حضورهم، ما شاء الله تبارك الله. اصطفاف الصف، انتظر ناصر بكل ادب واحترام صف كامل، عدم تلمع على المقدم عشان تقدر الكاميرا تاخذكم وتاخذكم في السلام وتضحكم كلكم. ايضا اليوم شفناه برضه مع الشيخ بدر المشاري، ما شاء الله ما قصر ايضا بن عمره، وما شاء الله تبارك الله مميزين في استقبال ضيوفهم وحماسهم، بعكس مثلا نسخ سابقه مثلا تلقى اللي يستقبل الضيف واحد اثنين، واللي يحضر اول فقره للشيخ او المقدم اول فقره له اربع خمسه. حتى ما شاء الله جلست مع الشيخ بدر المشاري يقول يعني من اميز الفقرات، اول حلقه لي ويحضر لك كل المتسابقين. كويس يعني في بعض النسخ السابقه. من زد رصيدك. اي برنامج انت؟ انا كلام اليوم. ايه كويس. النسخ السابقه ذكر لي الشيخ بدر انه في اول حلقه لي حضر لي اربعه خمسه. جميل. فكويس الحماس اللي في الشباب ومميز وجميل وتشوقهم. يعني اول فقره للمطبخ اول يوم اخذ حامل. اخذت كل فقرات يعني ليش؟ لا لانه اتكلم عن الحماس الحضور. حلو. اول فقره للمطبخ حضروا كلهم الى نهايه الفقره، لدرجه ان ابو علي قال لهم تكفون روحوا للجلسه البعيده. جميل. عشان طيب نفضي الهوى للشباب. خلنا ناخذ رايك محمود في المطبخ. بيش المطبخ اليوم ولا امس؟ امس بين خالد حامد وبين سويل. امس خالد واليوم سويل. اي اليوم سويلم. اليوم اي. وكان انا شفت الحلقه اليوم وكانت ظريفه جميله واضفى عليها حيويه صراحه. سويلم. وجود مقدمين للفقره. مقدمين اثنين يعني؟ اي عشان يريحون بعض. وكمان النفسية تتجدد في روح منافسة، لأني أنا أشوف أنه فقرة المطبخ فقرة وقتها يعني في ضغط شوي، وحلو أنه يجي يوم ويريح يوم. طيب تحس أنه بيصير في منافسة بينهم؟ المنافسة الأصل أنها تكون بين المتسابقين، مو هو المقدمين. مو شرط، بالعكس كل يوم واحد يقدم. إذا هم قدموا إبداع زاد الفقرة تشويق ولا مشاهدة ولا حركة، أكيد طبعا هذه تحسب للمقدم وتحسب للمعد أيضا. جميل. محمود منصور دخلت اليوم أول حضور للشيخ بدر المشاري.
نعم. والشيخ بدر معنا من زد رصيدك 4. احنا كنا نتمنى في حياتك اذكر محمود ان يكون الشيخ معنا، وحتى كنا نسأل الى يمكن اسبوعين ثلاثه بدايه البرنامج الشيخ بيكون معنا، الشيخ بيكون معنا، فنغبط الشباب على يعني هذا الحضور الرائع، وجايب هدايا معه من اول يوم، يستاهلون الشباب. وما شاء الله تبارك الله الشيخ بدر في غنى عن الكلام اللي بنقوله له، شعبيته وطرحه الرائع جدا اليوم، طرح مفهوم رائع في طاعة ولي الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويوفقه وموفق أبو نادر. علي السيد ترى طلب مني الشيخ انتقده، بس قلت لا يا شيخ أول حلقة لك، اصبر شوي كذا حلقة عشان نمسك عليك كذا، ما نمسك يا شيخ. جميل. طيب إن شاء الله ما نلقى عليه شيخ إن شاء الله. والله إحنا كلنا طلاب في مدرسة الشيخ، وعلى فكرة الشيخ وصل 250 ألف في تويتر، استاهل. وهذه فرصة لتهنئته بعد، وفرصة لتنويه المتسابقين لحسابه في تويتر للاستفادة. حبيبي علي، السيطرة. السيطرة مع أبو البراء. والبورصة على الهواء طبعًا، بورصة بكرة للمتسابقين والجمهور اللي يبغى يحفظ ويعرف أسعار الأشياء في القرية. علي البورصة، الله يعطي العافية أبو البراء، السيطرة كان البورصة عفوا السيطرة، السيطرة لأبو البراء الله يعطي العافية. كان من المفترض أنه أمس يطلع الساعة 9، تأخر 45 دقيقة بدينا. حلو، يعني 45 دقيقة تأخر. 45 دقيقة سألته سألناه قال لي فكرة السيطرة مفروض، قلت أول شيء فكرة السيطرة أنت لو تأخذها قبل دخولك الهواء بدقيقة ما لك صلاح فيها، أدواتك علمت وبلغت قبل البرنامج بشهر، قبل اليوم هذا بشهر نتحضرها، تأخرنا 45 دقيقة ليش فقط؟ يعني تأخرنا 45 دقيقة. طيب علي أول انتقاد على السيطرة التأخير، وإحنا تأخرنا ربع ساعة وأخذ منها ربع ساعة. يعني علي أنت زعلان عشان أخذ منك، ولا زعلان عشان الفقرة ما تم وقتها، ولا ما تم وقتها يعني؟ أيضا أخذ من فقرتي يعني. هذا أول شيء، عدم الالتزام بالوقت. في مرحلة ثانية عندكم أيضا الفكرة، يعني ما أدري عقد القناة كان مع الأستاذ سعد ولا مع شركة إنشاءات ومقاولات. أنا كيف يعني؟ أعيد الثانية بطحة وسلم، والمرات الماضية جايب دينا وكذا، يعني خاف هو اللي بنى القرية تراب السنة الماضية وكذا. تحس إن في علاقة؟ لا يعني نتمنى الأسماء القوية هذه مثل سعد القحطاني، مثل إبراهيم المعيدي، كله ينتظر. عندك ساعة ونص تقريبا، كل ينتظر الإبداع اللي يعني إحنا نغبطه مع الوقت هذا، لكني متفائل بالقادم ان شاء الله. البطحه شالوها الشباب يا هاني، شالوا البطحه اللي كانت في اي والله ما ادري، احس الموضوع بطحه انا باعتقادي كاول ظهور كان ايجابي. شعرت لي وهله ان المتسابق هو سعد والشباب يتابعونه، لان كان متحمس اكثر منهم، بس هذا حماس يشكر عليه سعد، حضور جيد. انا كان عندي ملاحظه، يعني حسيت ان ناقصنا بس افكار كذا. انا كان عندي ملاحظه، كانت معنا حاضره افكار بسم الله، بس طول الفقره حسيتها شوي طويله شوي طويله، فعادي هو يقدر يلم الفقره بحيث انها تبدا بحماس وتنتهي بحماس. طيب انا اعتقد انه المقدم اذا ما صار عنده شيء يطول السالفه، لكن عندي اعتقاد وقناعه تامه انه سعد ابدا على موسمين اللي فاتت 5 و6 و4 كان له حضور ايضا، اعتقد انه سيقدم الجديد. لكن في اضافه اذا تسمح لي، برضو ترى يعني في صعوبه انك في فقره فيها 26 شخص وانت لوحدك، صعب الكنترول احيانا. صحيح. وهذا شيء يمكن عانى منه سعد، عشان كذا كان جايب صافره وبح صوته. يعطيك العافيه ابو البراء. نشوف اول تقرير من تقاريرنا، يمكن تقرير بن عمرو امس ما اخذناه بكفايه، خلينا ناخذ اليوم التفاصيل كامله. يعني اليوم ما انا قاعد اقول بيني وبين نفسي، أنا أتمنى في أحد يفهمني، ليش تجرح صاحبك؟ ليش؟ أنت هنا عشان تكسب مش عشان تخسر. أنا لما أشوف الإنسان اللي أمامي يتصنع أنا هنا أتلخبط، أنا أحتاج أني أنا أتكلم أصلاً. شيء ثاني، أنا بطبيعتي أنا إنسان حساس، أعرف متى أتكلم وأعرف متى أسكت. لما تغيروا علي بديت أنا أحس بالانكسار تقريبا. والله انا ما ودي امزح نفسي، لكن انا واثق من الماده اللي عندي، اذا انا افهم صاحبي اللي قدامي اوقف من المزح، اشوف لي موضوع ثاني. هم لا، مزح مستمر، تجريح. مسكت كل واحد على حده، قلت له انت فيك حاجه، لما اكتشف ان انت فيك حاجه او احس مجرد احساس ما اقدر انام. انا هذاك اليوم اتعب يا اخي، جميعهم يلبسون ثياب
وغير ثيابهم. أنا إنسان ماني غبي، أنا أعرف الناس، إذا أنا بجيب العيد خلوني على راحتي لأني أبغى أطلع على سجيتي يا أخي، أنت قاعد تحاصرني الحين. العذر واحد، والله ما أقدر يا ناس، أنا ما أقدر، أنا الله خلقني بالطريقة. التصادم هذا سبب مشاكل بيني وبينهم، فطبيعي أنا بشر. أنا أتمنى أن الجمهور يفهمني، ما أدري شو أسوي. أنا لما شفت التصرف هذا بديت أحس أن فيه حائكة تحاك ضد محمد. تكفى يا أخوي لا توجعني، في مواجهة عنيفة جد، الخصم قوي، الخصم قوي كيف؟ بالتدبير. أنا ماني مخطي، أنا ما بالبرنامج بلاش منه، بس لا تغير علي، أنت خليك رجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو مش عارف كيف يدير الحوار، وزود على هذا كله أنا أدري أن الشخص هذا اللي حاول يملك الحوار هو قاعد يدبر لي المكائد من تحت. أنا متأمل خير كثير، والله متأمل خير. أقول لك شيء أصدمك فيه، تدري أني يوميا أعتذر من الشباب، ما ألوم نفسي كثير، أنت كذا تتعبني وأنت ما تدري. لما أنا أبرر على شيء أنا ما سويته، شيء متعب يا أخي، يا أخي الجمهور كامل خلال يوم واحد 24 ساعة بقصيدة 10 أبيات رجعوا لي مرة ثانية. لما نجيني الرجل وينكسر أمامي أدمح له خطاه لو خطاه كبر طويل. الزمن ما هو يرد اللي خذه، الحقيقة الحقيقة ما حصل شيء غريب، كنت متوقع نهايتها كذا. التقرير هذا كامل ترى ما أدري عنه، الكلام هذا للجمهور والله ما أدري، على طول جابوني بعد البث مباشرة. طيب هذا التقرير عرض معنا أمس، ما أخذنا وقت في النقاش. ابن عمره أتمنى تكون معنا فيكم في الشروم، نبغى نتناقش معك. منصور سمعت الكلمات، يجرحون ينتقدون ليلبسون ثياب ما هو بثيابهم، نعم. إيش رأيك؟ أنا ذكرت البارح أن أبو بن عمره يعني اليوم كان في موقف لا يحسد عليه، وللأسف يعني هذا التعميم ما هو مصالح أي متسابق. بن عمره يقول جميعهم يلبسون ثياب ما هو ثيابهم. بن عمره يعني كانوا يبغى يزكي نفسه. بن عمره المشكلة يعني شو يعني محمود، أنت منصور أنت جالس تشوف القراءة العكسية، ما أنت جالس تشوف كلام بن عمره، جالس تشوف بن عمره يزكي نفسه. يا أخي العزيز بن عمره مع عبد القادر، يعني في عبد القادر، خلينا نقول عبد القادر فاشل في إدارة القرية ما في مشكلة، لكن ما تجي يجي يقول خلاص أنا الحل أنا رئيس، يقول يا أخي في مشكلة ما يحق. أنت عبد القادر عندك فشل مثلا في التعامل مع الشاب وأنك سلطوي، بس ما تقول أنت سلطوي الحل أنا رئيس، ما له شغل. طيب مزحة توقع ولا صدق جد؟ والله احنا نتعامل بالظاهر، الجمهور يدري أنه مزح ولا هو مزح. شو رأيك علي؟ واليوم قال أبو كاتم فعلا هو لو وقف على سالفة أنه لما تكلم مع عبد القادر أنه في مثلا إشكالية عندك من وجهة نظر أنه عندك مشكلة عبد القادر مثلا، واحد اثنين ثلاثة، بعد ما تخلص ما تقول أنا الحل. هو جاء إلى هنا ومنفس، ترشحوني شباب ترشحوني رشحوني. بالرغم أن أتوقع أنه مشكلة بن عمرة حاجة واحدة، أنه إذا انفعل يفقد السيطرة على ممكن الكلام الأداء، ولا قلتها قبل رجل خير. خلنا نأخذ بن عمرة ونشوف. حيا بن عمرة، مرحبا مسهلا يا حبيبي، هلا وسهلا، حياك الله براشد. أعطونا ابن عمرو على الشاشة. معك ابن عمرو، عطنا تعليقك على اللي صار. يا هلا وسهلا، أول شيء أصبحك بالخير أستاذ هاني. صبحت بالنور. إخواني كلهم اللي موجودين معك. حياك. أنا منصدم الحين بالتعليق اللي قاعد أسمعه. يعني عطنا التعليق الصحيح. زي انصدام. دقيقة أنا أعطيك الصحيح. وأتمنى أنهم يسمعوني كويس يعني. طيب. الظاهر أنهم عندهم مشكلة في القراءات، الشباب اللي عندك. عطنا الصحيح. يسعد لي مساءهم كلهم. وشوف ابن عمره تجاوز الشباب وعطني الفكره. ابشر. لا لا والله انا ما اقصد اني انا اتكلم عن لا الشباب لا على طول. لا انا ما عندي مانع لك حق تتكلم. لا 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 فقره. أبشر عندي فقرات كثير اليوم. اول حاجه اللي حصل اليوم اذا هم يقدرون يشوفونها مره ثانيه يشوفونها مره ثانيه افضل قبل لا يتكلمون، لان كان في مزح. طيب ابن عمره استنى لا تبدا من الاخير، ابدا من الاول، ابدا من التقرير بعدين تعال اليوم. وش فيه؟ ابدا من التقرير بعدين تعال اليوم. اول شيء التقرير اللي حصل وصار البرامج الواقعية. حلو. أنت تعرف يا هاني والشباب كلهم يعرفون لابد من يعني بعض التحسسات تحصل أو سوء الظن يصير أو طيب. لكن الإنسان ما يدخل في النوايا مهما كان. طيب أنت حتى لو أنك لاحظت. طيب ابن عمر أنت قلت أنت جايبيني عشان أتكلم جايبينك نناقشك ابن عمر، أنت قلت أنهم يلبسون ثوب مو بثوبهم.
أنا ما أقول شوف إذا أنا قلت الجميع في التقرير فهذا معناته خطأ مني يعني. طيب ما في مشكلة، هل أنت أسأت الظن بالبعض؟ لا بد من إساءة الظن في البعض. طيب ممتاز، إذا نتجاوز مرحلة إساءة الظن. سلي لابد. خنش هذا رأي ابن عمره. يا ابن عمره هذا خطأ، هل تعتذر من الشباب الآن؟ وين؟ هل تعتذر على الخطأ اللي سويته؟ وشو؟ أي خطأ؟ قلت إن جميعهم يلبسون ثيابهم لا، إذا أنا قلت الجميع فأنا مخطي، أنا أقصد البعض. طب اللي يخطي شو يسوي؟ وش شو يعتذر؟ يعتذر صح؟ هذول اخواني انا بيني وبينهم اكبر بالكلام هذا اللي قاعد أيوة. اقوله كله ترى صدقني الاعتذار. صدقني بالله ثاني حبيبي، الاعتذار يخليك تكبر في عيوننا وفي عيون الشباب وفي عيون الجمهور. اكثر واحد يعتذر انا. انت قلت في التقرير انا اعتذر كل يوم. طيب اكثر واحد يعتذر أنا. ابن عمره تذكر في زاد ثقتك كنت تتكلمون عن عود من حزمه واخوان وملائكه وما بيننا أيه. ونحل مشاكلنا وطيبين. احنا لنا سبع ايام جالس تظهر المشاكل. عطني تعليقك على الفكره دي. هذا مين مشاكل، هذا سوء تفاهم، سوء تفاهم ينتهي في نفس الوقت. يا هاني انا بوجه لك بس رساله واحده، انت تعرف وش سبب همي، انت تعرفني وتعرف وش سبب ضيقي، الشوق بين اضلعي والهم في عيني، انا طريح الفراق وفي معاليقي شيء على الوصل يبعدني ويدنيني، اليوم يوم انفعال ويوم تشويقي، ما بين ابو كاتم وقادر وما بيني، ما بين ابو كاتم وقادر وما بيني. خد علي الغامدي. صح لسانك يا ابن عمره. مثلك حبيبي. صباح الخير ابن عمره. يا مرحبا اخوي. صح لسانك. يا هلا وسهلا تاج راسي. بعد راسي. من الشخصيات الجميله في البرنامج. يعطيك العافيه. العفويه الرائعه. جزاك خير. تمتلك روح حلوه. اذا لم تتنرفز وتعصب. وعندي طلب واحد. ابشر. تكفى وتلبي لي اياه. اوامر على خشمي. جعلك تسلم. تقول تم؟ تمين وخمسه بعد. عصاك هذه اللي معك ها. الى نهايه البرنامج خلها، ما بيها اشوفها. على خشمي. المشكله انها ترى هي سبب ال جعلك تسلم. اليوم انا اخوك عقيد وعلى راسي يا ابن عمره. اليوم سوي مشكله كامله بسبب عصا، فهذه انا طلبتك. وش المشكله وش هي؟ طب صل على الحبيب. انا طلبتك وتممت لي صح ولا لا؟ الى نهايه البث، الى نهايه البرنامج. على خشمي. جايك تسلم، هذا هو شيء. بن عمره انا تابعت على اللايف، ما تابعت مقطع يوتيوب، كنت على اللايف وتابعت. كويس. ابدا ما كان مزح. ما كان مزح؟ صلي على الحبيب. الظاهر للناس، الظاهر ان انا مالي دخل في نواياك، انا اقدر اضرب هاني يوم اليخ بالعقال هنا ثم اقول لا والله مزح. انا ضربته انا اتكلم عني انا الان. انا ضربته. صلي على الحبيب. أنا بضرب هاني الآن في كلام اليوم. أنت قاعد تقول كلام مغلوط. طيب صل على الحبيب، أنا أتكلم، خلني أنا الآن فضل. أمثل علي، أنا بن عمره، أنا علي الغامدي، شاركت برنامج واقع وضربت هاني. طيب. ثم يقول لا والله أمزح معه. طيب هذا هو. طيب. هذا اللعب هذا. أيوة العلم. أنا لي بن عمره. أنا أبغاك تقول كلام هذا أصلاً. طيب. تبغى تسوي شو؟ أنا لي الظاهر منك. طيب. الظاهر منك يا بن عمره. طيب. زعلت جداً وتنرفزت ولما دخلت الهنجر تكلم قادر ثم رجعت له. عفواً عبد القادر ثم رجعت له. ثم انسحبك مقرن وجيتوا هنا ومعصب جدا وسعيد يقول لك انا ابدا ما ابغى احد يطالع فيني ويؤشر بالعصا وتقول انت ابد رشحوني. التوتر اللي واضح عليكم ابدا ما كان مزح، ابدا ما كان مزح. انا مقدر ذلك وتصير بين الاخوان لا اشكاليات. طيب. الاخوان في البيت اللي بعطيك تعليق ابن عمره يا بعد روحي استنى يا بعد روحي بس خلنا نكمل روحي انت وبعد عيوني. طيب خلنا نكمل وجهه نظر وابشر حبيبي. انا ما راح اخليك تتكلم لين اتكلم. شوف حبيبي يلا شوف شوف الكلمه لك ابن عمره. يا حبيبي يا هاني اسمعني حبيبي، سم الكلام كله اللي انت قاعد تقوله والله غلط لانك حلو. انت قاعد تخوض في النوايا. لا يا بلع. حتى لو لا استنى حلو. حتى حلو. لو قادر والله اني احبه وتاج راسي وحبيبي ولا اقدر اطلع منه وانا خدامه وتاج راسي من فوق. اصلا انا لو قلت اني انا رئيس القريه بصير يعني لا انا مصايد ما حد مصدق كلامي. طيب يا عمره لو قلت لك ان الجمهور شعروا ان هذا حقيقه فانتقدوك على الجمهور الان لابد يدري انه مو حقيقي. طيب الان درى الجمهور. ابن عمره سم ابن عم بس دقيقه سم اكثر متسابق ممكن اعتبره ايجابيه سلبيه يخطئ ويعتذر ما مثل بعض العلماء يخطئ في كتاب وكتاب. ابن عمره يخطئ في سطر وسطر يعني في زد ثقتك قلت ما علي من الجمهور راح سؤال هالي للشخص اللي قدام رجع قال انا اسف على طول ترى. طيب اقول لك شيء ابن عمره هي جميل الاعتراف بالخطا جميل لكن لا تصل التوتر يعني اقسم بالله العلي العظيم وصلت فينا اليوم انه شكينا بيقوم بوكس بسبب التوتر. انا ودي اصلا عندي سؤال اخير ابو راشد. سامي ابو راشد عندي سؤال اخير سام شو اسمه عندك امراض مزمنه؟
وشي؟ عندك أمراض مزمنة؟ يمكن عندي الوسواس القهري. لا لا تكلم جد. في شيء في شيء يستعبك صدق والله. سكر. يعني سكري ضغط سك. لا لا أبدا ولله. الله يبعدك عنها يا رب. طيب الله يبعدك عنها وسالم. آمين ولله الحمد. ولكن لابد تدريها. أبو ابن عمره. سمي يقول خذ بنت قرمن عند ال عند ال عند الأجواد. يقول خذ بنت قرمن عند الأجواد محمود زاج نهار الهوش بين ولدها. نهار الهوش مفردة صحيحة. ويعطيك العافية أبو راشد. الله يعافيك. وكلمة أخيرة بس أختم فيها. سم. أول حاجة صدقني بالله يا هاني وأبيك تأخذ الكلام هذا بعين الاعتبار وللجميع. والله ما بيني وبين الشباب إلا كل علم طيب. وحنا حلقة وصل واحد ولا راح نتكاتف إلى نهاية البرنامج. وتعال يا قادر تعال 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 دقيقة بس تعال خليه خلي. طيب يلا يلا عطنا قادر في الأخير لأن إحنا نبغى عبد القادر. تعال حبيبي تعال. استلح استلح جلسني على الأرض. استلح يطلع. طيب سمع عمرو خلنا باخذ عبد القادر الآن وبسمع من بس اسمح لي يجهز عبد القادر. بيني وبينك شيء ما بيننا إلا كل طيب عبد القادر تجلس لكم في الشروم نبغاك ونبغى بن خير نادينا امس ولا جاء واذا ما جاء اليوم احنا بناخذ الموضوع ونعلق عليه مباشره مر من هنا الحين مر من هنا قبل شوي سبيكرات موجوده في كل القريه في احد بعد ايش تبغى طيب حياك الله عبد القادر الله يسلمك ويبقيك الله حيا نكرر التبريك لك الله يبارك فيك حياك الله يا عبد القادر الله يبارك فيك وهنيك على رئاسه القريه وانت فعلا انسان تستحقها تسلم الله يعطيك العافيه وكان امس دخولك في الكافي شروم جدا مميز وكنت فعلا ضمن النقاش ومستواه تسلم لكن حسينا انه انت تواجه معارضات ويقال ان هذه المعارضات مزح وهي كلها اسبوع يعني انا صحيح. ما ادري هل هم مو متحملين مساله الاسبوع ذا الى ان ينتهي لانه لسه فيه الاسبوع اللي بعده واللي جاي واللي 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 يعني اسابيع قادمه بامكانهم ان كل واحد ياخذ فرصته ان استحق طبعا ايش تعليقك وكيف المساعدين معك اولا الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه بدقيقه بالله في واحد هنا ابو حور بالله خلوا اعداد يشيله طيب عادي يجلس يجلس عشان الكادر بس يا يا اخي طلع سم عبد القادر خلنا تفضل عبد القادر نسمعك طبعا انا تعليق على اللي صار اليوم اليوم الحمد لله اخذت رئاسه امس اخذت رئاسه القريه اليوم من باب محبه دخلت الغرفه حقت النوم اقول يا شباب كل واحد يضبط غرفه النوم وفراشه يرتبه بعد ما يخلص صحيح طبعا هذه ما هي من مسؤولياتي على فكره هذه من مسؤوليه الموظفين اللي عندي لكن محبه وتقدير للشباب جيت وقلت لهم بن عمر الله يجزاه خير حصلته جالس على فراش ما هو فراشه جيت قلت يا ابن عمرو هذا فراش مين؟ قال هذا فراشي. طالعت في الاسم مكتوب عبد الله الحلافي. قلت متاكد؟ قال الله. مشيت الا والله عبد الله جاي. قال لا والله هذا فراشي. قلت محمد فراشك وين؟ المهم كانه شد الحوار قلت يا رجل ما عندك مشكله اهم شيء ان فراشك ترتبه ايا كان محله. طلعت برا الا والرجال مشتحن بياكلني اكل. كنا سمن على عسل طلعنا الرجال ما هو خوينا الاول في نفس اللحظه لازم اتخذ قرار قوي انا ما جيت هالمحله وانا قده صحيح الرجل يقول لي انا رئيس القريه وانا بسوي بافعل وش القرار اللي اتخذته ما هو رئيس القريه طيب انت عارف اول شيء انت عارف اول شيء انه اول شيء تدخلك ما كان تكرما تدخلك لانك انت مسؤول عن المتسابقين عن الموظفين صحيح. وعن صحيح. عملهم الشيء الثاني اذا اخطا احد منهم احنا نخصم على رئيس القريه ما نعرف رئيس القريه نبغى نشوف المقطع ونرجع يا عبد القادر ونناقش يلا نشوف المقطع انزل يا ولد عبد القادر انت عشت الواقع طبعا اي طبعا وفيها بعض النقاط ابنوع عليها بس عبد القادر على عجاله اي شد الكلام بيني وبينه قال لي لا ترفع العصا لو ترجع المقاطع كلها ما رفعت العصا الا على اثنين على غازي المطيري لاني امون عليه وامزح ومن الناس اللي حكم انك تمون عليه ومن الناس اللي تقبل مزح وابو حور لاني امون عليه ما راح ان شاء الله نزعل من بعض طيب قام الرجال يقول لي ترفع العصا علي وانا ما رفعتها عليه ولا شيء عبد القادر الرسالة بتوصل لي إياها وشي؟ أيه. الرسالة أني استغربت ردة الفعل لأني أنا ما صلحت شيء غلط استغربت ردة الفعل من ابن عمره؟ من ابن عمره وناس كانوا معي يعني استغربت أنا ما صلحت لهم شيء ولا أذيتهم نهائيا طيب عبد القادر تحس أن في بعض الناس يعملونك بطريقة غريبة؟ والله شوف أنا ما أظن في أحد بالسوء
لكن صراحة اليوم شيء غريب. لكن إذا إن كان مقلب كلمني بعد البث، بعد ما دخل أبو كاتم، قلت يا رجال إيش في خاطرك؟ أنا والله من الناس اللي مهما سوى أبو عمرة ما راح أصدق، لأنه إنسان غريب، مهما زعلك تحبه وتبقى علي يعني ما تصدق فيه. اليوم فريق تيم كود رصد علب في بيت الحكمة وبعض الأشياء المتنثرة في القرية، طبعا بالتالي خصم على رأس القرية، إيش رأيك؟ طبعا خصم عليك يا عبد القادر. الله، احنا نبغاها تجينا شكلها خصميات كلها. دائما دائما اول شخص ياخذ رئاسة البلدية او ممكن ياخذ الناضج او ممكن ياخذ اي مسؤولية في البرنامج دائما تصير طعة في راسه، لانه صادق، لانه ما يكون اي خبرة سابقة له كزملاء. عبد القادر عندك خبر عن هذا، عن الخصم؟ لا والله توي اعرف. ودك تشوفه؟ والله ما ودنا نشوفه، خلوه عندكم. شاف إذا المقطع جاهز؟ لا نوريك مقطع. ودنا الجمهور يلا روح روح. هذه طبعا 1 2 3 4 5 6 7 في جلسة واحدة، سبع علب مرمية في ما تجاوز 4 متر مربع تقريبا. هذا مثال ومثال من أمثلة القرية. طبعا أمثلة القرية يعني مفترض يعني اليومين هذه يا عبد القادر ممكن عرفت اخطائك وعرفت صحيح. الاشياء اللي ممكن تصححها الان. صحيح. باقي لك جزء من اسبوع عبد القادر. بس عندي تعليق بسيط. اي بس عبد القادر لا تندم انك وظفت الاقر رصيدا. لا نهائيا. لا تندم. ترى رئيس القريه يمكن ما تجيك مره ثانيه. لا صح صادق. لا ان شاء الله فيهم الخير والبركه. طيب لكن تعليق بسيط ودي اقوله. بكره واحد منا راح يمسك رئاسه القريه، ود الكل يتساعد معه، وانا في نفس الوقت ودي تساعدون مع الشباب. ما ابغى اضر احد، والله العظيم اني ما ارضى اضر احد ولا ينخصم عليه. هذه باخذها انا في جنبي على قولتهم. وما المره الجايه ايش بتسوي؟ المره الجايه خلاص، من اعذر فقد انذر، او انذر منصور. قد اعذر نسيت حتى. طيب عبد القادر موفق في رئاسة القريه، يعني ما شاء الله تبارك الله، بس انا اشوف ان من باب المحبه يعني ما هي بعذر بالنسبه لك انك تقسو ولو قليلا على الشباب. صحيح. اليوم يعني شفتك تقوم روح تعال. لا لا هذه من باب المزح ترى. انا اعرف طبعا. هذه اللقطه لايف في المسجد تشوفوها. اي هو هذه الان اللقطه. يا سلطان السهلي جميل. الان بتتعامل معايا اذا وظفت احد يا عبد القادر ما هو معناته انك تروح تقوم بمقام بالوظائف حقته وتجي تقول باب محبه باب محبه. صح صادق، ولكن في البدايه احنا المساله المهمه ان اليوم انت دقيت غازي مطيري بالعصب، يعني دقيتها بعدين اذا قال لك احد ليش تقول انا امون على هذا انا امون على هذا؟ انت رئيسنا كلنا. صحيح. بس انه والمشاهدين يشوفونك. لان في واحد جاني بزعل من دون ذكر اسماء، بزعل مره الرجال زعلان. طيب عبد القادر ليش بدون ذكر اسماء يا عبد القادر؟ والله لاني اعزه واحس انه قال كلام. طيب ما هو من قلبه عبد القادر. انت الحين لما قلت فلان زعل علي عشان مهامي، انت استهينه ولا تسبه؟ لا ما هي احنا في برنامج واقع، الجمهور له حق انه يشوف كل شيء. لكن انا اعذره، احس ان الرجال قال كلام. يا عبد القادر عبد القادر احنا ما قلنا لك لا تعذره ولا قلنا لك اخصم عليه. طيب احنا نقول الحادثه اللي صارت في البرنامج من حقنا احنا كمتابعين نعرف كل شيء يصير. صح صادق، لكن هالمرة ما راح أقوله. طيب عفى الله عما سلف. والعلبة اللي في المسجد كيف حتتعامل معها الآن؟ سلطان السهلي كلم السهلي إن شاء الله يشيلها. كلم السهلي يشيلها. طيب يعطيك العافية عبد القادر. الله يعطيك العافية. ترى في فريق جالس يرصد كل تحركاتك كل عملك، والجمهور وجمهورك يتمنون أن تكون فترة رئاستك منحوتة في الذاكرة. طيب يعطيك العافية. خصم علي بس عشان تكون في الصورة. ما أدري البورصة موجودة عندك. يلا يعطيك. يعطيك العافية. طيب تسمحوا لي نشوف تقرير أو تكملة تقرير الأمس. المحسن بن ناصر البريك ونرجع لكم. محسن بالتركي أو محسن بالتركي. هل أنت طارق الحبيب؟ لا. إذن كيف تعامل الشباب بصفتك المحلل النفسي؟ أنت لازم تسمع من الأطراف كلها. صح جميل. سمعت يا محسن. ممتاز. سمعت من الطرف هذا ومن الطرف المتهم. ممتاز. الجماهير هنا. الجماهير برا. سيبك سيبك من الجماهير. خله بس خلنا. معنا المشاهدين. ممتاز ممتاز. بس أنا أتكلم عنك أنت كحل يعني كالمخول إنك تحل الموضوع ذا. أنا أعطيكم الملخص اللي قاعد يصير في المجموعة. لا. أوضح لما يكون محمد عبد الله موجود. محمد العمر لما يكون موجود أقول نفس الكلام اللي قلته لليوم الصباح أنا قاعد أنا وياه. لا تمارس علي ما لا تستطيع أن تكمله. ممتاز. أنا أحب محمد بن عمرو دائما وأبدا، هو أخوي الكبير تاج راس. ملف خاص يكشف في وقته. محمود إيش القصة؟ القصة يا حبيبي أنه في شخص يمكن يعاني من جنون العظمة. عنده أشياء، مخبي أشياء، يمارس أشياء، لكن
اكتشفت أنا اليوم يعني يمكن من شخصية ابن عمرة أنه أيضا شخص متقلب، ممكن شخص ممكن لا يحتمل. ليش ابن عمرة متقلب؟ هي يخطئ أنا ماني أمك وأبوك. لا بس يعني الخطأ والعذر هذا يعني شخص رجع إيه الحق. أنت تقصد شيء ثاني، تقصد أنه صور التقرير قال إيه؟ لا طلعوا التقرير. إيه طبعا. منصور إيش رأيك فيما يتعلق بن عمرو وما يتعلق بالتقرير وبن عمرو؟ انا قاعد تحفزتوني اشوف ايش عند محسن، لان محسن شخصيه ترى يعني بالروعه اللي فيها وبالشعريه الجميله اللي عندها، وهو يعني تشرفت من اليوم اني انشدت لكلماته، لكن اليوم شفته في يعني في الرياليتي الحقيقه كان شيء عجيب في الرياليتي يعني اليوم العصر يعني طلع منه مفردات انا استحي اقولها هنا. طيب اتفق يعني صار بينا يعني هو خالد الشيبان. انا كنت انتظر الامانه كنت انتظر متى ينتقل الهواء من عند من انت تقصد تقرير ريالتي اللي بنعرضه بعد شويه مع خالد الشيباني؟ انا شفتها لايف. طيب سماره تقول انا مصدومه من مقرن صراحه، نادوه نبي نعرف ايش وضعه. علي ايش رايك بالفكره اللي جالس تصير من ابن عمره ومن محسن في هالتصاريح؟ في شيء مخفي يعني؟ شوف اغلاق التقرير وفي ملف يغلق ويكشف في وقته، واضح انه في شيء، في كلام قال ما ندري وش هو وبيغلق الى وقته بيكشف. هذا هو شيء. ثاني شيء بين عمره ومحسن من ايام زد فرصتك، لما تحدى محسن بن عمره في بيت قصيد كان تحدي جميل، لكن الان ما ادري ايش فكره التقرير. ابن عمره جاب باسلوب في التقرير باسلوب هو تسجل الابهام، هو تسجل مبهم كان مبهم التقرير حق ابن عمرو بدون ذكر اسماء. محسن لا كان مسرح، ابن عمرو فجاه كذا انقطع التقرير يكشف في وقته، في استفهامات على التقرير. طيب هذا خلونا نشوف تقرير احداث الرياليتي اليوم يلا. والنقاش الحاد اللي صار بين محسن وبين خالد الشيباني اليوم العصر. بالنسبة شفت ترى من البارح ما رقت طورت في الجاية والله طورت تنظف لا رقام صحي تو جايب للبس حتى ونعم كنت تشيك يعني اي العين الساهرة اللي يشوفه يقول ايش هذا الانسان المحترم وانت انسان قسم بالله تتقمص شخصية ما هي لك. ارحب يلا حي فواز الحمد لله على السلامة. يا اخي احنا جايين نضارب الناس هنا ايش فيك انت؟ انا الناضج مش معقول ادخل اودي فلوسي باكل الخرسان لحال. الرجال هذا رجال مقري، هذا رجال هذا عارف البهارات. اصوم واكل الاحجار الكريمه ولا اجيك عشان مره ثانيه. انزل انزل لحظه انزل انا بارمي نفسي عشان مره ثانيه. انزل انا رجال ما ابغى هذه البهارات بريال. اول الموضوع يا مقرن والله منزل من هنا ما اجيكم ما اجيكم الا فيكم دمجنا يا ولد. اوف 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 اشتب امان المعتليه بلادي. يعني اي واحد يدفع فلوس كريم طبعا يا اخي انا الرجال هذا ما الماده دي شو تسمح الماده دي شو تسمح اشتري فلوس. قبل شوي وصفتني انا بالشخص البخيل. اي نعم ما كان اسمع ولا ما كان تسابق الرجال على المغارة. قال لك 20000 تعند احني لا ما كان كذا احد دق عليك قال لك هالصياغه. انت وش تستفيد انت وش تستفيد الحين من هالوساخه والخباثه؟ وش تستفيد تنقز وش تنقز؟ انا جيت جلست هنا يا عيال وجه لي السؤال ولا لا؟ وجه لي السؤال ولا لا؟ اقول والله انا وصفت اسلوبه نرجع وصفت بسأل السؤال. حياكم الله. هذا تقرير اللي أبرز أحداث الرياليتي اليوم. هذا اللي كنت أقصده لك يا هاني. أيوة وش تقصد؟ يعني أنا قاعد أشوف نقاش بين غازي وبين محسن. أوكي شاعر وشاعر يتكلمون فيما لو قدم لك طيب واحد. طيب رايك ناخذ خالد؟ خالد موجود معنا يا شباب. خالد الشيباني. خالد الشيباني إذا جهز عطني تعليق على خالد. اي انا قاعد اقول لك انه اتوقع انه مزح استاذ منصور يا اخي العزيز لما كان هذه ثاني سالفه. هذا نقاش بين الشعراء انه في اذا احد مد لك وقال ابغاك تتكلم عني بكلام خير فمحسن يقول اوكي، غازي يقول لا. معليش يا خالد ايش جابك؟ انا عارف انك مهتم بالعمل التطوعي. هل العمل التطوعي هذا اللي سويته؟ اذا تسمح لي منصور لا وجه وجه السؤال اذا تسمح لي معليش الان هو قال حاجه معينه. خليني اقول لك شيء يا اخي العزيز. الان انت لما تخش في موضوع وتصير بينك هوشه انت ومحسن
عشان نكيه عشانك مهتم بعمل التطوعي. لا بس يا اخي في نقاش بين شاعر وشاعر. محسن وجه سؤال خالد الشيباني. محسن وجه سؤال خالد يا اخي العزيز. فلما وجهت لي سؤال انا دخلت معك في النقاش. صلى على النبي. هو لما جاء تكلم غازي وقال انت بيع ذمتك او كلام زي كذا غازي, عرفت كيف؟ وقام علق منك خالد وقال والله لو ايش ما عشان المشكله عندك محمود. المشكله عندك في دخوله في النقاش ولا في انفعال محسن؟ يا اخي العزيز ايش جابك هنا؟ أنا متسابق. هذه منطقة لا 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 أنا متسابق. أنت ممثل. لا أنا أدخل معك في التمثيل. دقيقة. أنت ممثل أدخل معك في التمثيل. تمثل تدخل معي في التمثيل في نقاش. أتفلسف عليك في دورك. لا ما تتفلسف. دقيقة. أنا أتكلم عن الشعراء لما تقول. دقيقة. أنت تهاوشت ولا مزح؟ لا 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 مزح. مزح. أتكلم عن فكرة إنه تقول لي لما أعطي مبلغ من المال ما تكلمت عن الشعر, هل هو شعر جاد هجاء مدري وش. لا ما أتكلم عن هذا. هذا نقاش. أوكي. لا مزح مزح. لكن طيب عندي سؤال. عندي سؤال بس بعطيك. اذا الحوار ممكن انا باخذ لسان خالد. خالد مجا انا اقول لك الحوار لم يكن في الشعر, الحوار حول الشعر. قيمه مدح الشعر. مدح ال بس مدح المين ها المعطي الشاعر. الشاعر يعني في الشعر. لا مدح لشخص. هذه قضيه حاضره في الوسط الشعراء. تسمح لي. هل تحضر في وسط ثاني؟ طيب خلينا نشوف محمود حقي انا كمتسابق نتناقش فيها. محسن وجه ما تمنعني. محسن اسلم 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 معك معك تدخل. محسن وجه اللهم صل محمد سؤال خالد الشيباني انه رايك في انه في الشاعر اللي يمدح الشخص الغير الكفو حلو بمقابل حلو. خالد الشيباني هذا شفناه على الهواء. ايش تعليقك؟ اي خالد الشيباني رفض الفكره تماما, بس انا استغرب انه ذكر لفظ سلوكك او اسلوبك كذا. ها لا خالد الشيباني قال شوف. قال طيب خلونا نتجاوزها. لما اسالك في الانشاد عرفت كيف وانت ما تفهم لا تجاوب. قول انا ما اعرف. طيب خلونا نتجاوز خلونا نتجاوز هذه. خلني اسالك في الانشاد كيف وضع المنشدين في البرنامج؟ والله خالد جاي يا جماعه. حياك الله خالد الشيباني. حياك الله. هلا والله. هلا يا مرحبا. حياك الله خالد. معك ما منصور حبيبي. خالد كيف حالك؟ هلا وغلا. الجميع معجب بمشروعك في زد فرصتك وطرحك الرائع واهتمامك ولغتك وكاريزمتك حلوه. انا اليوم قاعد اشوف خصام بين الشعراء. ايش جابك يا اخي تسوي مشاكل معهم؟ انا والله ما جيت اسوي مشاكل. اولا كلهم اخواني وحبايبي. طيب جيت انا طلعت من مطعم الناضج وجلست في جلسه الشباب. جاني ابو تركي محسن ووجه لي سؤال بشكل مباشر. حلو. فمن باب الادب والذوق انه الشخص سالني انا كخالد اني اجاوبه بالشيء اللي انا اشوفه صح. واكيد محسن ما سالني هذا السؤال الا انه يعني اكيد انه بيحترم رايي وبيعرف انه لي وجهه نظر في هالموضوع. هل احترم جاوب. رايك؟ طيب طيب هل احترم رايك؟ في النهايه للاسف صراحه انصدمت من محسن. اوكي الان اللي يوم سالك وظنيت انك كان قادر على الاجابه, يعني لك في الموضوع اصلا ولا مالك في الموضوع؟ انا مالي في الموضوع. أحد لكن دق عليك قال ابغى اعطيك فلوس تكتب فيني قصيده ولا تسوي عمل؟ لا هو طلب رايي وانا بديت رايي. اي بس انا منصور. قاعد اشوف دقيقه يا دقيقه يا منصور ما خط... تكلم عن الشعر, تكلم عن فهم خطأ عن شيء معين. انت انا ما قلت لك اكتب لي يا خالد الشيباني قصيده. نعم انا في خطأ اتكلم. اعطوني فرصه. لا لا خالد خطأ. الهوشه اللي بينك انت ومحسن خطأ منصور. تمام. واحد شاعر مد له واحد عطية وقدم له أبيات حلوة. تمام. وغازي ذيابي يعترض على الموضوع. أيه؟ أنت الآن لما تيجي تتفلسف في الموضوع بصفتك إيش؟ وصار فيه هوشة وصار فيه مصطلحات وصار فيه مطالبات. أنا يا أخي عجبني واحد منكم كان يقول أنا والله ما أفهم في الأشياء دي. أوكي أعطي مساحة. ما هو في كل شيء تدخل عشانك مهتم في عمل تطوعي تدخل في كل شيء في القرية. لا لا بالعكس تطوع في الشعر. تسمح لي تسمح لي أسمح لك. اللي تابع خالد في الأيام اللي راحت يعرف إنه أصلاً ما يتدخل بكل شيء. واللي صار اليوم لأنه محسن وجه لي سؤال. طيب كان طيب 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 منصور خلنا نتجاوز السؤال ذا. محسن وجه لك سؤال قلت لي أنت كنت أتمنى أن يحترم وجهة نظري لكن اليوم صار شيء غريب. إيه؟ هل هذا الشيء الغريب ده يصير في القرية الأيام دي كثير؟ اللي هو عدم احترام الرأي الآخر, المزح الثقيل في إن في الموضوع صاير في القرية. لا انت حاسب شيء؟ لا لا انا ما شفت. انت حاسب بس باللقطة ذي اليوم بس في اليوم. ايه وبعد في نهاية الموضوع ترى يعني محسن اعتذر مني وانا اعتذرت من محسن ان كان بدر مني شيء. هو سوء فهم وانا يعني وضحت وجهة نظري في الموضوع. محسن وجه يعني ابدى راية في الموضوع. جميل. احترم وجهة نظر محسن رغم اني اختلف معه ورغم ان محسن جرحني في النهاية قدام الكل, لكن عاد الأخو لازم يدمح زلة قوية. طيب الله يبيض وجهك ودمحتها وجزاك الله خير. الله يعافيك. بس بقولك شيء ترى سم الاعتذار ترند في البرنامج, برنامج الاعتذارات. يعطيك العافية خالد. الله يعافيك شكرا. بسألك عن المنشدين
كيف ترى واقع المنشدين في البرنامج؟ والله المنشدين وأخص بالذكر أيضا مقرن وعلي عبد المعطي وباقي الشباب يعني لازلنا نبغى نشوف منهم شيء، عرفت كيف؟ نسمع أصواتهم بشكل كبير، يختارون لهم أي لوكيشن يجلسون فيه، تكون يعني فيه، يروقون فيه، لأنهم 26 شخص قادرين يتقسموا إلى 5 مجموعات 6 مجموعات ويجلسون، أما جلستين وفيها 13 و14، عرفت كيف؟ وكلها صلوا على النبي يا رجاجيل، صلوا على النبي يا رجاجيل، صلوا على النبي، صلى على النبي. هذه اللي أنا كنت أسمعها يعني. لا ولا دقيقة ونص الجلسة، إذا الجلسة 40 دقيقة 3/4 نص ساعة لونج، يعني لأنه ثلاثة ثلاثة مقطعين على الكاميرا. طيب يا أخي اجلس 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 محتاجين يعني مثلا المنشدين. النقاش اللي صار بيني وبين المتسابقين وبين الإدارة، المخرج كلم المتسابقين قال الجلسة هذه اللي وراي اللي هي الخشب أنه يعني حدها 4-5 18 جالسين في الجلسة وثلاثة فوق. اي طبعا فوق عشان يتصورون، فالمتسابقين ينتظرون الفانتوم. المتسابقين يا شيخ يعني الايام الاولى يقرون الكاميرات يتعرفون على اللوكيشن، وتم تنبيههم انه هذه الجلسات ما تحتمل اكثر من 4-3، فاللي بيجلس يحترم اللي هو طاقة اللوكيشن. في ناس تزيد علي في تكتل في الجلسات، تعتقد انها جالسة تدور على اقطاب معينين؟ والله العلي العظيم حضرت جلسة المخرج دخلت الله يرحم والديك علي، روح كلم فلان يعدل جلسته عشان نقدر ناخذ فلان، مغطي عليه مقفل اكس كامل ما اقدر، اذا جاي يتكلم فلان لونج على طول. يعني امس كنا نتابع 10 دقائق الكاميرا لونج هنا. طيب الجلسة ذي طيب ليه بسبب الشباب ماخذين اكسات على بعض؟ طيب خلنا ماخذين مسدحين على وضعيات خطا. منصور احنا امس دعينا بنج خير مرتين واليوم دعينا مرتين، واتوقع ان انذرنا، فاذا عندك موضوع اطرحه. عاد بكيف من حقنا ما يجي ولا يدخلكم في الروم. اللي كنت حاب اقوله لمحمد بن جخير، ربما هو ما هو مطلع على ردات فعل الجمهور اللي برا الامس، ربما مطلع ما ودي. عاد احنا نحسن الظن، ما وديت ورق. محمد بن جخير من الاسامي اللامعه ومن الاشخاص اللي على قولتهم الكاميرا تحبه، فاستأت البارح لما كان في السجن مع مرجان، ما راح اسالك انك قدرت انك تقفل الباب على مرجان، او انك قدرت او انك صار منكم مصطلحات وألفاظ على مرجان أخي محمد ما كانت مناسبة منك أبدا، وأن تذكرها جيدا. كانت ملاحظة عليك، أشياء هذه ما لك يعني دخل فيها، ما لنت اللي خلقها ولا هو مرجان. استرحلي بس، هذا خروج هزاع بن سمرة 24 ساعة خرج من رصيده، ربما يبحث عن النوم أو يبحث عن الراحة. هذا خروج فعلي؟ هذا خروج فعلي، 500 ريال رصيدي خروج هزاع بن سمرة. هذا منه اللي عنده احد فيها شوي. كل المتسابقين طلعوا مع هزاع يسمعنا، نتمنى له رحلة سعيدة ونوم هانئ، لأن يبدو أن النوم غادر هذه القرية. منصور قطعناك، فكنت أتكلم أنه الهوى متاح لبن جخير الوقت كله أنه يعتذر من مرجان، لأن السلوك اللي صار منه ما هو جيد أبدا. أنا ما أدري إذا يسمعني هزاع، يا جماعة يسمعني هزاع. هزاع حبيبي اليوم طلعت نغمة جوال ومسك جيبك، ايش القصة؟ اسمعني اعطوني هزاع خلني اشوفه يا حبيبي. الله اعطوني هزاع يا جماعة خلني اشوف الشاشة. هزاع حبيبي تسمعني؟ اسمعك اليوم طلعت نغمة جوال وحطيت يدك على جيبك. معك جوال؟ لا والله ما معي. ما في اوضح من كذا، جاوبنا بصراحة. هو وين اللي يتكلم يا اخوي؟ صابو تكلم، انا سامعك وروني اياه. هلا طلعت نغمة جوال وحطيت يدك على جيبك. لا والله اصبر، الجمهور قالوا مع جوال. لا والله ما معي جوال. والله ما معك جوال؟ اي والله. ولا في ولا حولك جوال؟ ولا حولي جوال. ما كان معك ما معك جوال الان صح؟ لا من يوم دخلت ما معي. من يوم دخلت ما مسكت جوال؟ لا مسكت بس مش معي. مع مين؟ في الإدارة. غير الإدارة. غير الإدارة. اغماء. طيب هزاع، في حاجة مسكوها الإدارة عادي أقولها على الهواء؟ ما أسمعك. أقول في حاجة مسكوها الإدارة عادي أقولها على الهواء؟ قول. أنت أحد الأشخاص اللي صادوا منهم جوال في الشنط. صحيح. بس خربان. صحيح. هذا يوم دخلنا أول يوم. يعني كنت ناوي تهرب جوال؟ لا، لأني قلت لهم. إيش قلت لهم؟ قلت لهم أول ما جينا سلمنا جوالاتنا عند الباب. وقلت لهم ترى في جوال في الشنطة. قالوا روح بعدين. قلنا بعدين.
وعارف قصة الشناط وملابسي حصلتها في شنطة فيصل. بس بس هزاع يعجبني اللي اعتذر لك على طول دور لك مخرج ترى خربان جايب جوال من الإمارات للسعودية خربان. لا 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 هزاع هزاع عندي اسمع هزاع ما كنت لحالك يا أخي يا رب هزاع لست وحدك. صبر صبر الشباب يتكلمون. اسمعني هزاع خلي الشباب أنا أكلمك أنت. لست وحدك في أكثر من واحد صحيح كان يحاول. خلني أقول الرقم عشان الجمهور يرتاح. 14 محاولة فاشلة لتهريب الجوال. يمكن نجا من 14 واحد اللي هو الشخص اللي كان جوال اللي هزاع يقول مسكت الجوال بيدي. يعطيك العافية هزاع ورحلة سعيدة إن شاء الله. الله يعافيك طول عمرك. شكرا لك وشكرا للمدير العمليات فيصل. نشكر والله هو يعمل إدارة الجمارك في القرية. إيه فيصل هو يعمل كان شغال. بس مدير العمليات هزاع الله يطلع العافية لا عاد يجيب جوال خربان من الإمارات. إيه صاحبي شوف تكلفة النقل. النقل لا بعدين جوال ثقيل على الطائرة. لا ثقيل على الشنطة حقته. الشنطة اللي دائما نقلها. منصور عذرا قطعناك. خل الجوال الصالح في الإمارات وجاب خربان النساء قطعناك. خلاص نتمنى بنجي خير بس يعتذر من مرجان لأنه أخطأ في حقه وأنا ما أرضاها البنجي خير ولا المرجان. وعادي من حقك أنك ما تجي تكون في الشروم لكن المصطلحات اللي قلتها ومرجان في الشباك كانت مرة مزعجة. أدري أنك ما تقصد لكن بإمكانك تعتذر الهواء مفتوح لك. طيب تسمح لي أتمنى من كل الشباب يأخذون الكلام ذا بعين الاعتبار. 26 شخص أمامكم مساحة كبيرة جدا تقسموا كل مجموعة تجلس بجوها تكتنوا يعني تقسموا بحيث انه الشاشة تكون غنية والمخرج يكون غني ايضا في التقاط الجلسات هنا سواء المنشدين ولا الشعراء ولا اصحاب السوالف عشان الذاكرة تشتغل. يمكن عندكم الحين فقدان ذاكرة. تبي اقول لك شيء؟ طبعا اليوم هزاع ايضا نفس المشكلة زعل وخرج من جلسة من الجلسات فموضوع الزعل زعل على موضوع النوم لا موضوع ثاني. شوف الزعل والاعتذارات ترد. سألت المخرج قبل دخول البث بعشر دقائق قلت في جلسة ثانية غير جلسة بحور قال لا. قلت من أفضل متسابق قال بحور. قلت الثاني قال بحور. قلت الثالث قال بحور. ما النهاية قال بحور. شكرا. لا جميل بحور يستاهل. لا معلش أنا ما أتكلم عن وجهة نظري أتكلم عن وجهة نظر المخرج. طيب. أنا أتكلم عن وجهة نظري أنه أفضل متسابق ونجد عندنا وقاعد يصنع جو رياليتي رائع في القرية بدون منازع أبو حور. جميل. طيب خلنا نرجع لأبو حور لكن اليوم أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤتمر صحفي وتحدث فيه الدكتور سامر جطيلي عن بعض إنجازات المملكة العربية السعودية خاصة في اليمن وكان الحديث رائع جدا 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 وكان الحديث باللغة التي لا يختلف عليها أحد لغة الأرقام. خلونا نشوف تقرير عن المؤتمر نرجع لكم. يا سلام يا سلام. نحييكم في هذا المؤتمر الصحفي وذلك لكي نعطي لمحات سريعة عن أهم إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في رحلته القصيرة خلال السنتين الماضية. ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائما على البعد الإنساني بعيدا عن أي دوافع أخرى بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة حرصا منا على إخواننا في اليمن الشقيق. وفي إطار عملية إعادة الأمل فسيولي المركز أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية. إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية خلال حوالي 20 سنة من العمل تجاوزت 65.9 مليار دولار. كم تشكل هذه النسبة من إجمالي الناتج المحلي؟ شكلت هذه النسبة ما مجمله 1.9%. المعدل التي تسعى له الأمم المتحدة كي تقدمه الدول الغنية أو المانحة للدول الفقيرة هو 0.7، أي أن المملكة العربية السعودية قدمت 3 أضعاف ما هو مطلوب من الدول الغنية أو المانحة للدول الفقيرة. ما هي أبرز الإنجازات حتى الآن في المجال الإنساني؟ قدمت المساعدات إلى حوالي 4.3 مليون شخص، 2.5 مليون يتلقون مساعدات إنسانية بشكل دوري، هناك 128 منظمة عاملة على الأرض توزعت بين منظمات محلية ومنظمات دولية غير حكومية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة. دعونا نتحاكم إلى لغة الأرقام.
دعونا نتحاكم إلى المؤشرات التي يستخدمها المتخصصين في علم الإبيديميولوجي أو الأوبئة، وهي تعبر بشكل صريح على أن هذه الجهود أثمرت. وأقول أن وباء الكوليرا هو وباء مستوطن في اليمن، ووباء تكرر في السنوات السابقة الخمسة أو الستة السابقة حتى قبل بداية التحالف. فالذي يقول أن هذا الوباء هو سبب الحرب، الحقيقة أنه وباء أو الكوليرا هي مرض الحرب، هذا الحقيقة يعني يتجاوز كل الحقائق والفاكس التي تتعلق بتاريخ مرض الكوليرا الموجود في اليمن. كان يتكرر كل سنة. نحن نعد الآن لهجمة وبائية جديدة في الشهر الرابع عام 2018. نحاول أن نعمل على محورين، محاور برامج الوقاية ومحور التطعيمات، حتى نحاول منع وباء قادم بإذن الله عز وجل. التقرير تابعته اليوم، من جماله كان ودي أعرضه كامل. لغة الأرقام لغة ما يختلف عليها أحد. من ضمن الأشياء اللي ذكرها أنه ما قدمته المملكة العربية السعودية من الإغاثة هو ضعفي الرقم الذي تطلبه الأمم المتحدة من الدول المانحة والدول الغنية، وهذا جزء بسيط مما يقدمه المشروع الملك سلمان الإغاثي أو الأعمال الإنسانية في اليمن وفي غيرها من دول العالم. دامت بلادنا حرة وغنية ومعطاءة. خلونا نرجع المحور نقاشنا قبل شوي، كنا نتكلم عن موضوع الرياليتي، بس اسمحوا لي قبل الرياليتي ودي أطرح فكرة اللي هي فكرة الأوسكار. تعرفون الأوسكار وعرضة للجمهور، الأوسكار له 20% يتحكم في البورصة. صحيح. يعني اللي يفوز بالأوسكار له 20% يتحكم بسعر البورصة، وإذا كان ذكي مثلا ممكن يرفع الأسعار في وقت المطبخ كم؟ في وقت المطبخ عن 20%. لمدة كم؟ في فترة الأوسكار أسبوع. 500 يقدر ياخذ يسحب الى 500 من الرصيد المعلق حقه اذا كان في 500 اذا كان في 500 رفع او خفض ال 20% اذا كانت واحدة. الصوره جاهزه طلعوها للجمهور تكون مره واحده صحيح تكون مره واحده. ابا خلني اكلمكم منهم صاحب الاوسكار قبل ان نتكلم عن عن الـ عن الـ عن اللحظات. مجموع الاصوات 720,216 صوت. ما شاء الله. يعني منافسة شرسة. هذا أول تصويت، أكثر من 700,000 صوت للمتسابقين. الله يتحياك. معلش إضافة هذه. إيش؟ أبغاهم يتصورون الشباب. إيه. كمية الحركة برا وكمية الحماس ويستوعبون الموضوع ويعبون لنا الهواء بشكل جميل. طيب خلنا الشباب يتجمعون في الهنجر. نشوفهم جميعا. المركز الاول مين ايش مر المركز الثالث احسن ما في مركز ثالث مركز ثالث مركز اول على طول. المركز الاول حصد من ال 720 صوت او الاكثر من 720 صوت ألف صوت طبعا. حصد منها من ال 720,000 صوت من ال 720,000 صوت حصد منها اكثر من 60,000 صوت، يعني بالتحديد 65,363. الشباب معي في الهنجر. ايش مميزات الاوسكار؟ الاوسكار 20% من البورصه يرفع وينزل. ياخذ 500 من الرصيد المعلق اذا كان في رصيد معلق 500، اذا كان في 100 ياخذها، اذا كان في 200 ياخذها، اذا ما كان في شيء ما في شيء. يطلب وجبته تجي لحده. من يجيبها؟ يجيبونها له. هذه شغل رئيس القريه. ايوه. يقابل واحد من اصدقائه ما شاء الله عنده حصانه من عقوبات رئيس القريه فقط، مو بعقوبات ابو كاتم ولا عقوبات العداد، عنده حصانه من عقوبات رئيس القريه. ذكرت لي انه لو كان المطبخ عنده بكره، يعني انا لو كنت عندي الاوسكار وعندي بكره المطبخ خلني ارفع الاسعار 20% بحيث اني اخذ درجه المطبخ اعلى، بس ممكن ينكب اصحابه لانه درجه الاكل حتصيد 20%. واضح. ممكن اذا ما كان عندي مطبخ افزع الواحد او اورط واحد ممكن ينافسني اخفض الاسعار. ميزات صاحب الاوسكار الاول في برنامج رصيدك، توقعاتكم؟ اعلى تصويتا في تويتر. هبلنا يلا عطنا مقرن توقع علي بحصه توقع يا منصور. والله اتوقع ابو حور 500 او 65,000
336 صوت راحت البدر الشمري بحصه. تحب لي شويه من الاكل يا بدر؟ والله عشان نشوف. خلونا نشوف فرحه الشباب. والله نضبطه كذا بدر. خلونا نعلق بدر الشمري كان الثالث او الثاني في التصويت. ما ادري دخلوا في هوامير في الموضوع يعني ولا ما ادري. في هوامير اكيد دخلوا كثير في متسابقين كان معهم هوامير. الف 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 مبروك يا بدر الشمري، اول اوسكار في جدر رصيدك. 56,336 صوت البدر. تصور العدد، اكثر من 50,000 صوت البدر الشمري. يستاهل بدر. يستاهل بدر الشمري. يستاهل. الحمد لله وافق توقعي. وافق توقعك. وتوقعت هالشخص. هل تتوقع ان بدر يعرف يستغل هالاوسكار؟ اكون معك صريح. اكون معك صريح. إيه؟ راح يجامل. راح يجامل. راح يجامل. منصور بدر راح يجامل ولا لا؟ بدر يستاهل اولا. ايوه هو يستاهل. الشيء الثاني اتوقع انه بيتورط. بدر الشمري اذا تسمعني تعالكم في الشروم. خلنا ناخذ تعليقك. طيب. بدر. طيب خلونا نعرض عدد الاصوات المتسابقين. خلينا نشوف المنافسه اللي دخلوا الهوامير ولا غيره. هذا اسماء المتسابقين وعدد الاصوات اللي جتهم. هذه الاصوات للجميع. اذا ودكم تشوفون متسابق معين كيف اصواته كم وصلت. المسابقه كانت على تويتر والجميع شاف بدر الشمري يستاهل. حاضر في التصويت الاس ام اس كان له مركز، وحاضر في تصويت الاوسكار، دليل جماهيرية طاغية، وحاضر في برنامج واحد. ويستحقها والله أبو حصة يا أخي. إنسان نفسه طيبة وروحه حلوة وحريص أنه يتعامل مع الأمور بهدوء، وهذه الشخصية ترى بالعادة هي اللي تكون وتيرتها تتصاعد بشكل بطيء وهادي، هي اللي يكون ثباتها أقوى. علي أبو حصة يقدم من ضمن الأشياء اللي يقدمها صاحب قصة، صاحب رواية. نعم. الكاركتر هذا ناجح في برامج الواقع؟ صاحب رواية عظيم ويستاهل، وكاركتر ناجح جدا في برامج الواقع، وزي هالكاركتر محبوب من الجمهور. صحيح. لأن الجمهور يحب الحكواتي اللي يسولف له مغامرات في حياته، حكايات جميلة يرويها الجمهور. جميل. قلت لك إنه يستاهل، بس طيبة قلبه ممكن ما بتأثر على إنه كيف يؤدي في الأوسكار. القصة يعرفها الجميع ممكن، لكن الإبداع في طرح القصة، في أنك تقنعني أني أبقى مشدود مع القصة دي. صح. وأن القصة هذه مفيدة. إيش رأيك من منصور؟ أقنعني أنه بدر الشمري يذكرني بوليد الشمري في مسألتين. في ماذا؟ أولا شخص لسانه لذيذ جدا لما يسولف، والمسألة الثانية الكل يحبه، ما سمعت أحد اشتكى من بدر. موفق أبو حصة، وعقبال إن شاء الله الباقيين. وش له بالقناة؟ جميل. ومحمد شلهو بالعندنا، حركاته جميلة ولطيفة ولا أحد يشتكي منه. طيب إنسان خلوق. فيه عندنا طبعاً المركز الثاني أبو حور عبد السلام الشهراني كان منافس. طبعاً الثاني ما له أي شيء، ما له دخل. ما له أي شيء، بس أنا اسمحوا لي بس بقول كلمة. دائماً أقول لا تلوم القوي إنه قوي، لوم الضعيف إنه ضعيف. أبو حور هداف وصانع لعب وحارس مرمى ومدافع ومهاجم وظهير ومدرب ومدير كرة. ابو حور رئيس النادي وملعب. ابو حور اعضاء الشرف ملعب. ابو حور كل شيء. ابو حور الجمهور. ابو حور جالس يقدم فن من الفنون العظيمه. صح. جالس يقدم الكوميديا لوحده احيانا. حاضر في كل وقت. ابو حور ما يتغيب على الهواء، حاضر ما شاء الله عليه دائما. شخص يستحق الاشاده والحضور. صحيح. اذا كنت بذكر اشخاص يستحقون الاشاده، بعطيكم مساحه تذكروا لي واحد واثنين بس بسرعه. منصور مين في بالك؟ محمود. بالي ابو حور، وايضا غازي المطيري. غازي المطيري في له حضور. منصور الريالتي اللي ذكرته قبل ما ابو حور فيه. إيه؟ ابو حور قبل ما ندخل الهواء كان شايل الريالتي لحالك، والشباب كلهم جالسين. صحيح. المفروض ناخذ عليهم تذاكر. جالسين يضحكون قبل شو كانوا يضربون. الموضوع الثاني يدفع. مقرن يعجبني جوه، انسان اتفق معك جداً. اتفق معك مقرن. علي. يوجد اقوياء لم يتحركوا بعد. يوجد. صح. اقوياء لم يتحركوا بعد. محمد فلاح،
مقرن توقع منك اكثر واكثر واكثر. عبد الله بن جليغم نحتاج عبد الله بن جليغم يعيش في الظل. اتمنى عبد الله تروح للشمس شوي، اتمنى اشوفك. هو الان بيفتك من عصب العمر ان شاء الله من كثر ما يمكن حاط واقي. طيب خلونا ناخذ بس كذا منصور استلفتك مع عيالنا في ذمتي يستاهل الود، ودي ان جليغم يكون صاحب الاوسكار. يستاهل بحصة، يستاهل بحصة، يستاهل بحصة، اكثر كلمة ترددت في الهاشتاج وفعلا يستاهل بحصة. اترككم على لقطة ختام اليوم، نسمع رئيس القرية وش يقول. تقرير خاص برئيس القرية يوم متسابقين. يا جمهور شاهدوا تصريحات رئيس القرية وألقاكم غدا. بمناسبة أني صرت رئيس القرية أقول الحمد لله رب العالمين، وهذا توفيق من الله سبحانه قبل كل شيء، وإن شاء الله يكون حافز لي أني أقدم كل شيء عندي في البرنامج. لكن صراحة أنا استغربت الردود فعل بعض الشباب، يعني كنا سمن على عسل فجأة طلع شيء ثاني. أنا استغربت مع أني أحبهم أقدرهم كلهم، ولا بيني وبين أي أحد منهم أي خلاف. ما صرت رئيس القرية إلا أنا إن شاء الله قدها وراح أحل كل شيء إن شاء الله قدامي. أنا مع الطيب أعطي عيوني، لكن الصعب يعني بمشي معه بنفس الأسلوب اللي يعاملني معه، لا ضرر ولا ضرار، ما راح أضر أحد دام أنه ما ضرني. بخصوص المساعدين اللي اخترتهم لحد الآن الحمد لله الأمور تمام طيبة، متفاعلين معي، وصعب تحكم من أول يوم، لكن الكتاب واضح من عنوانه، وإن شاء الله نقدم شيء حلو هذا الأسبوع، تشوفونا مع الأيام الجاية إن شاء الله. رصيدك جاي يعيد الذكريات، مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد.